بمناسبة عيد الطالب العربي السوري وبرعاية من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، أقيم في جامعة تشرين ماراثون رياضي، حيث أكد القائمون على الماراثون أنه تعبير عن حبهم وولائهم لوطنهم وترسيخ الصمود للطالب العربي في ظل الهجمة الصهيونية ضد الوطن. نحن في جامعة تشرين نحتفل اليوم بعيد الطالب العربي، هذا الطالب الذي تعده الجامعات السورية ووزارة التعليم العالي وقيادة الاتحاد من أجل أن يكون السند الأساسي للوطن في حالات الدفاع عنه، كما هي الحالة في هذا الوقت الصعب الذي يمر فيه الوطن. وأننا في جامعة تشرين بالتعاون مع قيادة الاتحاد نعمل جاهدين لتكريس هذا الاحتفال سنوياً بما يقدمه من أفق لطلابنا الأعزاء في الجامعة وعلى مستوى القطر، لكي يكون إعداد الطالب إعدادا متميزا من كل النواحي الثقافية والعلمية والاجتماعية. هذا النشاط وهذه الفعالية تأتي ضمن احتفالات شعبنا وطلابنا بمناسبة آذار وأعياد نيسان، واحتفاء بأعياد الطالب العربي، منطلقين في هذا الماراثون من مقولة للقائد المؤسس حافظ الأسد: أني أرى في الرياضة حياة، وهو الطالب الأول. ونحن في هذه المناسبة، فأن طلبة جامعة تشرين أرادوا أن يعبروا عن حبهم وولائهم لوطنهم وقائدهم وشعبهم من خلال هذا الماراثون، تنظيم هذا الماراثون الذي يأتي تأكيدا على هذا المحبة وعلى هذا الانتصار. طبعا اليوم الاحتفال هي بمناسبة عيد الطالب العربي السوري اللي بنحتفل فيه بكل عام 30 آذار، فأحب الاتحاد الوطني لطلبة سوريا المكتب التنفيذي إقامة هالنشاط بمحافظة اللاذقية بمشاركة فرعي جامعة تشرين وفرع المعاهد. هذا نشاط طلابي لطلاب الجامعة، ماراثون وسباق رياضة أقيم في جامعة تشرين، وضمن الاحتفالات اللي مستمرة لبعد 30 آذار بمناسبة عيد الطالب العربي السوري. يأتي هذا النشاط وهذه الفعالية في إطار ترسيخ الواقع الصمودي والعنفواني للشعب السوري في ظل هذه الأزمة النكراء التي تعرض لها البلد، وتأكيدا منا نحن الطلبة في جميع الجامعات السورية أننا سنبقى مستمرون وصامدون في وجه أعتى الهجمات الأمريكية والأوروبية التي تستقصد بلدنا. طبعا هذا النشاط نحن حبينا نساويه ضمن نشاطات موجودة خلال هاليومين بمناسبة عيد الطالب، بالتوازي مع انتصارات جيشنا العربي السوري. بدنا نثبت نحن رغم كل الإرهاب اللي موجود، نحن جامعاتنا مستمرة والحياة راح تستمر بجامعاتنا بالعلم وبنشاط زملائنا الطلاب خلف سيادة الرئيس المفدى بشار الأسد. هذا الماراثون السنوي لفرع تشرين للاتحاد الوطني لطلبة سوريا اللي عم يجي احتفال بعيد الطالب العربي السوري، ليشكل الاتحاد مثل بقية تكامل الأنشطة اللي هو عم ينفذها، وحدة متكاملة من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، ولا يحتفل بهيدي الذكرى المجيدة بانطلاق الاتحاد الوطني لطلبة سوريا. نحن جينا لهون لنعبر عن صمود الشعب السوري وعن صمود طلابنا، وإن شاء الله يكون في منافسات كبيرة ويطلعوا من الأوائل. الماراثون هو من بين مجموعة نشاطات ينظمها فرع الاتحاد الوطني في جامعة تشرين، وأكد الطلاب المشاركون أنهم مستمرون في العملية التعليمية، وأن الطالب السوري على درجة عالية من الوعي بمخاطر الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الوطن، ويقوم الطلاب بدورهم في الدفاع عنه بالقلم والسلاح. التعني لأنه أهد للناس مشان تعرفوا أنه رياضة حياة ورياضة حلوة كتير. نحن مو غايتنا منه أنه جائزة أو شيء، بالعكس نحن أنه نكون إيد واحدة وكل الكليات متفقة على شيء واحد، ومنافسة حلوة ورياضية، يعني يكون في بناتنا روح رياضية. دوري بهذه الفعالية أن نكون كلياتنا سوا إيد وحدة بيوم الطالب العربي السوري مع اتحاد الطلبة، وكل سنة بيصير مثل هذه النشاطات، وإن شاء الله نحن رح نكون إيد وحدة بكل شيء. اليوم جايين رح نشارك بهالفعالية الحلوة، وكل كلية جاي نسبة عدد طلاب كتير كبيرة، وهي الفعالية برعاية الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ونحن هيئة المعهد التجاري، وإن شاء الله نفوز. وفي ختام الماراثون، وزع أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في جامعة تشرين ورئيس الجامعة وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سوريا ورئيس فرع اتحاد طلبة اللاذقية الجوائز على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.